الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأنبياء والمرسلين وسيد أولي الألباب والنهى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الصباح والصباح والمساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن موسى بن عمران عليه السلام بل نبي عظيم من بين الأنبياء، فقد كلمه الله تبارك وتعالى تكليما وكان عنده وجيها واصطفاه لنفسه وألقى عليه محبة من عنده وجعله من أولي العزم من الرسل واصطفاه على الناس برسالاته إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة التي تستوجب تجاهه التوقير والاحترام. ومع هذا، أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن موسى عليه السلام عانى من قومه أذى كثيرا، حتى اشتكى منهم قائلا: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن عدة أمثلة من إيذاء قوم موسى عليه السلام له، من ذلك قولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقولهم: لن نصبر على طعام واحد، وقولهم: أتتخذنا هزوا، وقولهم: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وقولهم: وأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وجاء في السنة كذلك شيء من ذلك، منه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته، كان ألين لك لنا منك وأشد حياء، فآذوه في ذلك، فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته. عباد الله، كما وجد في قوم موسى من آذاه ولم يعرف له قدرا، فكذلك وجد في أمتنا من فعل هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم. كما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة هم من أشراف العرب يتألفهم، فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: أي عبد الله بن مسعود، والله لو أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
ولأجل ذلك نهانا ربنا عز وجل أن نكون كمن آذى موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. واعلموا أيها المسلمون أن ذلك لم يزل مشروعا لنا ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، ووقروه وقدروه واحترموه واتبعوه واقتدوا به، فإن في ذلك كله فلاحكم في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.